السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دوزتوا رمضان؟ او قولي قرب يمشي، يا الله يتقبل منا يا ربي. اليوم غنديروا بسبوسه مصريه 100%. بسبوسه يعني 100%، ديك اللي كتباع في المحلات، بحال اللي كتباع في المحلات. المهم فيها ثلاثه لهنا، ثلاثه الكيسان ديال السميد رقيق ديال البسبوسة، وكاس ديال السكر، ولكن انا دايره نص كاس. يعني هي في العبار كاس ما كيديرو داكشي، ما نقول لكمش راه السكر السكر السكر. يعني سبحان الله، انا لا داق عندي شي حد البسبوسه تيقول لي بسبوسه مع انها مسكره الشربات، يعني خلو انا السيرو كيكون توا فيه السكر يعني بزاف. انا دايره نص كاس، هي في مقادير كاس ديال السكر، داير انا نص كاس. كاس ديال الحليب كاين اللي كيدير الزبادي، هادي هي البسبوسه مصريه، ولكن المحلات اغلبيتهم كيديروا الحليب. نص كاس ديال السمن ديالهم، ولكن انا دايره الزبده مدوبه وحاطاها هنايا، الزبده طبيعيه. اللي بغى يدير السمن ديالهم، السمن راه المهم دسم بزاف. تقول لي دابا ما بقاتش 100%. صراحه ما يعني ما كذبش عليكم، فاش كندير هذيك السمن كتجيني شويه، يعني ما تقدريش تاكلي غير معلقه ولا جوج، ما كتقدرش تكمليها. السمن على السكر على هذا داكشي اش كنقص. انا كندير الزبده، كندير الزبده وكنقص من السكر. فيها يعني اشنو قلنا، واحد اخر صافي، هادشي اللي كاين فيها، وش معلقه ديال العسل. احنا باقي كنقولوا فيها، كنزيدوا جوج معالق ديال العسل والسكر. جوج معالق ديال العسل تي صافي، هادشي اللي فيها البنات. والكوك، نسيت الكوك، فين هو؟ هنا عندي ربع كاس ديال الكوك ومحمره. انا كنحمره، كنحمره وجربوه بهذه الطريقه كيجي زوين. انا كنحمره، هادي ماشي 100% مصريه. المهم يعني انا قلت لكم نهار حليت القناه قلت لكم راه كنزيد وكنقص، كنزيد وكنقص، يعني سبحان الله ضروري كنعاود كندوق شي حاجه، كنعاود نشوف شنو فيها، شنو خاصها، شنو. المهم هنا ربع كاس، ربع كاس يعني نقولوا ثلاثه معالق ديال الكوك، وانا محمره بحال هكايا. صافي اشنو غادي ندوزو نديرو؟ اكيد شويه الملحه اكيد، يعني وشويه الفانيلا بغيتو يعني. المهم هادو هما العناصر، هاد الكوكا، هاد سميتو الكاوكاو ولا الفول السوداني للتزيين. يعني بغيتو اللوز، بغيتو البندق، انا اغلبيه كنكون كنزين بالبندق، سالا ليا البندق. فيها بس نديرو هذا الكاوكاو او الفول السوداني اول حاجه اللي كنديرو. والسيرو، السيرو في هاد الاثناء تيكون هو يعني صايبه باش يكون بارد. السيرو كيف قلت لكم راه رجعوا للبسيمه، راه حاطه المقادير ديال السيرو، ماشي مشكل نعاودهم لكم. كاس ديال الماء في نص كاس ديال السيرو، يعني اللي بغي يجيكم سيرو معقول. هادشي اللي كندير، تتخلي حتى تيغلي، كتعصري عليه نص حامضه، وبغيتي تزيدي فيها ديك القشره الحامضه ماشي مشكل، شويه الفاني، تخليه صافي حتى يغلي، حتى تحسي بيه تقال، تحسي بيه تقال وتنقص من هذاك السمك ديالو، الحجم ولا المعيار ديالو. وملي كتبي تطفي عليه، الطريقه اللي كنديرو حنا دائما في، انا كاع ماشي على هذا، ماشي علاش كاع فوالا، ماشي علاش الضو، نسيت. المهم كنقول شي حاجه ناقصه. والطريقه ديالنا ديال العسل، اون فوا كطفي عليه كترمي عليه جوج معالق ديال الماء الزهر. المهم اللي بغى الطريقه ديال السيرو يرجع في المقادير ولا البسيمه من حلويات التاهيه ديال مصر. نبداو على بركه الله. اول حاجه اش غادي ندير؟ غادي نسخن الحليب مع الزبده، هادو غنحطهم، ومنين نسخنو نزيد عليهم جوز الهند او الكوك. تخدمي بيه في درجه الحراره تقدر تحطها فيها صبعك، يعني ملي تعرفي ان صبعك محطوط في هذاك الحليب يعني دافي تخدمي بيه. كان باقي سخون خليه يبرد، كتزيدي عليه جوج معالق ديال المهم هاد المرحله غادي نرجع لها معكم، ماشي مشكل. نبداو بدا نسخنوا الحليب والزبده ونزيدو الكوك ونرجع لكم. نسيت ما قلتلكمش، راس معلقه ديال البيكنج باودر
راس معلقه، الصيام كنساو. صافي، المهم انا حطيت هنا حطيت السميده، ها هي حطيتها هنايا. غادي نجيب الحليب اللي سخنته، ها هو سخنته مع الزبده كي قلت لكم. غادي نرميو عليه الحيده اللي كدير الصداع، نخدم الخشب. بسم الله، نحطو عليه هاد ربع كاس ولا ثلاثة المعالق، اعتذر على هاد الصداع، ثلاثة المعالق ديال الحب وهداك السكر. وثلاثة وجوج المعالق ديال العسل. البنات ما تحطوش معالق المعدن في العسل، وسيرتو الا كان العسل الحر، غتضيعوا فوائد وتضيعوا الفلوس اللي خليتو بالعسل الحر. صافي، نحركهم مزيان يتخلطوا. حطيت شويه الفاني باش ما ننساش بالمره، حطيتها. صافي، هذا التزيين خليوه على جنب باش يحيد عليا من الطريق من هنايا. غادي نجيبو هاد هادي ونخلطو فيها. المهم البنات كي قلت لكم خاص الخليط يكون دافي ماشي سخون، يعني صافي كترميو هاد الشيء. بسم الله، كتحرك وراه هذاك الكوك فاش كيتحمر كيعطي في الاخر، فاش كطيب كيعطي هذاك اللون الذهبي، داك المارون اللي تيكون في هذا البسموسة. وعلى حساب البسبوسة، انا كيبان ليا غادي نزيد شويه ديال الحليب، لان البسبوسة ديالي باقي غادي مازال نحطها شويه، دونك من دابا وهي ثقيله، دونك غادي نزيد واحد تقريبا ربع كاس ولا ثلث، هكا قل من نص ربع، يعني هكا نص ربع كاس ديال الحليب. سخنو نيت شويه هكايا، تقريبا هادي تقريبا هدا صافي. ردوا البال هاد صافي، يدفيتو ما غاديش نديرو اصلا مره واحده. نشوف حنا غير كنقلبو، ماشي كنحركو، غير كنقلب هاد السميده، غير كنقلب هاد البسبوسه هكا غير هكايا شويه. فعلا كان خاصني ربيع كاس بسبوسة على بسبوسة كتختلف، قصدي يعني مصريين السميدة على سميدة كتختلف. صافي تكون بحال هكا في هاد القوام هكا. صافي، نجيب انايا الصينية ولا مول 28 ولا 30 بحال بحال. ندهنها بالزبدة، جيبها يعني شفتو دهنتو. صافي كنحط هاد الخليط، هاد البسبوسة ماشي بحال بسيمة، بسيمة كتكون شوية ثقيلة على هادي وكتعجنيها بيديك، يعني كتسرحيها بيديك. بسبوسة لا، بسبوسة ماشي مشكلة، يعني ترميها بحال هكايا. صافي، نطر
كيف عليا انا هذا الشيء. صافي بقات حاجه وحده هو انه تقدر بها قوة. معليش غندير لكم صداع ولكن هذه مرحله مهمه. بقيت ضرب بها حتى تنزل مزيان تفرغ من الهواء من الداخل باش تبقى مجموعه كلها. انا قطعت البنات باش ما نصدعكمش خبطاني تضربتها ضربتها مزيان. نجيبو دابا فين حطيت الكاكاو ها هو. التزيين تبقى اختياري كيف ما بغيتي ديري ليه. هما كيديروا لي فحال هكايا. خلينا نديروا الطريقه ديال المصريين باش تبقى نيت. هذه بسبوسه مصريه صافي كرتبها بحال هكايا. شوفوا نحطها بحال هكايا تسالي هاد الزواق ورجع. انا ساليتهم درتهم بالمقلوبه البنات باش يجيو زعما راه بحال الوز حيله كذابه. الله يغفر لينا في رمضان نسيت هذه نسيت جوج خانات نسيتهم. علاش ما نديرهمش صافي. في هاد الوقيته حنا كنشعلو الفران عاد كنشعلو داك لو طون غادي يسخن الفران تكون هي خمرات شويه يعني ارتاحت ماشي خمرات ولا كان المهم ارتاحت يعني شويه. هذا هو سر برضو سر من اسرار هذه البسبوسه يعني ما كتدخلش ديريك الفران كتخليها كتخمر كتخمر حتى هي ترتاح شويه تاخذ تطول بوزه واحد شويه داك لو طون اللي غيكون سخن الفران يكون سخن على 190 180 وكتدخليها كتخرجيها كتسقيها بالسيرو. المهم انا دابا نخليها ترتاح ونشعل الفران ومن بعد ملي نخرجها ان شاء الله غنوريها لكم. ها هي البنات خرجتها كتجي بحال هكايا. خرجتها سقيتها بالسيرو خليتها شويه تبرد باش نعرف نقطعها. نقطع لكم شويه تشوفوا كيفاش كتكون. نقطع مرسو صغير نقطع هكايا هكا نحاول نهزها لان باقا سخونه. انا خليتها غير شربت هذيك السيرو وكنت نقطعها هكا كتجي السمك ديالها ومن الداخل هكا كتجي كتجي زوينه. تنجيب معلقه هانتوما يعني كتجي من الداخل معلكه زوينه. هذه هي البسبوسه نتمنى تعجبكم نتمنى تكون يعني تجربوها وتنال اعجابكم. ودائما كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم شكرا لتشجيعكم. اش غنقول لكم يعني تعليقاتكم دائما يعني كتفرحني. غنقول لكم الله يتقبل الصيام ديالكم ان شاء الله. رمضان كريم ونشوفكم فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.